ربح وانه كاسر دنيته. هذيك يقول يوم قصد على الفرس قال هذه للي يعطيني رد. قال فلحة اسمها الفرس، شايف؟ حط جائزة، قاموا يجبن الجواد الردي اللي حط حصان الرواجي. انا هوايه فوق بنت العبيه ولا قدام جمع الجوادي، ومصقر حد سوم المنيه عليه وصف من عيال يا الخفاجي. المهم وهذاك رد عليه اجود بعد، شايف؟ وانهم اجود من بعضهم. النفس كانت البال نقيه صافيه وكلهم شعار. بعدين احضار الشعر اليوم، تعال على رجل عدم مؤاخذة من الجيل الحديث يركب كلمتين. لا لا خليك معي، صل على النبي. والله عند الان عندنا شباب نفتخر ونعتز فيه، واذا صدر منهم اخطاء فهي منا احنا يا الكبار، ما هي من الشباب، لانه هم يقتدون بنا، احنا اللي المفروض نعلمهم. حنا يا الكبار اصبحنا ما بنا جدول، فكيف منين وده يجيب؟ هالساحي لا مؤاخذة، واحد ماخذ عدة حريم، وكل مرة من منطقة مصرية شامية من الأردن من السعودية، تلقى العيال يحكون مثل كلام أمها. إذا ياخذ الثقافة من البيت، شايف؟ والله لابو أصبح شايف تسمع ما يعرف غير مثل هذا. والله يقرون سالم نكش سالم ومدري وش سوى نكش سالم البستان. ايوه حضر سالم البستان.